الحمد لله مجلس النواب الجديد اشتغل وبدأ يعمل جلسات، والحقيقة ان الفترة اللي بين نهاية المجلس القديم وبداية المجلس الجديد كانت فترة صعبة جدا ومعدتش علينا بالساهل كده. تخيل تقعد كام شهر من غير برلمان ياخد لك حقوقك ويحاسب المسؤولين ويحارب الفساد، وتبقى عايش كده مش عارف تتنفس الديمقراطية اللي البرلمان بيوفرها لك. ياه الحمد لله يا اخي، ده احنا كنا ضايعين يا جدع. تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ ما تشرب شاي؟ تشرب شاي؟ خلاص خلاص اللهم افتح الباب يا ديمقراطية، البرلمان رجع ونواب الشعب هيشوفوا شغلهم بقى وهيرجعوا لنا حقنا، والمعارضة هتبقى للركب، والوزراء والمسؤولين مش هيناموا الليل خلاص من كتر خوفهم من الاستجوابات وطلبات الإحاطة اللي هتنزل عليهم زي المطر عشان تراقبهم وتحاسبهم وتكشف تقصيرهم. استنى بس، ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت فاكر نفسك بتتكلم على كونجرس ولا ايه؟ ده مجلس النواب المصري اللي بيوافق على اي حاجة بتقولها الحكومة عادي، اللي السيسي والأجهزة بتاعته بيختاروه عضو عضو. نواب ايه دول اللي هيعرضوا هيحاسبوا المسؤولين؟ ده مفيش نائب منهم يقدر يتحرك من على كرسيه عشان يروح الحمام الا لما ياخد اذن من السيسي. يا جدعان بطلوا تشاؤم بقى، بلاش الاحكام المسبقه دي. مش يمكن المجلس الجديد ده يبقى مختلف ونلاقيه بيخر الديمقراطيه وصوت الحق يملى القاعه والنواب يكسروا الكراسي على دماغ الحكومه؟ عادي يعني، مفيش حاجه بعيده. هو صحيح المجلس ده اغلب اللي فيه ما شاء الله جم بانتخابات مزوره، وفي حوالي 170 عضو من بين 284 نجحوا في النظام الفردي عليهم طعون بالتزوير ولسه ما تبتش فيها لحد دلوقتي، والباقيين السيسي هو اللي معينهم اساسا. وبالنسبه بقى للقوائم، فاصلا قانون انتخابات القايمه ده كان ناقص يقول ان اي حد عاوز يرشح نفسه لازم يروح الاول يطلع كارنيه مستقبل وطن، وبعدين يبقى يجي يخش القايمه برجله اليمين اهلا وسهلا. بس كل ده عادي، ده سلو بلدنا يعني ما ينفعش نغيره. هو النايب لو ما دخلش المجلس بالتزوير امال هيدخله ازاي يعني؟ بانتخابات نزيهه مثلا؟ وهنجيبها له منين دي؟ الصنف ده مش موجود عندنا، نستورده بقى ولا ايه؟ اساسا عضو البرلمان عندنا لو ما كانتش الانتخابات تتزور له واللجان تتقفل له والبطاقات تتسود له، هتلاقيه داخل المجلس كده وعينه مكسوره وايده هتبقى بتترعش وهو بيدوس على زرار الموافقه على اي قانون معدي من جنب. ايه عاوزين تبوظوا لنا المجلس ولا ايه؟ وبعدين زي ما قلنا بلاش نحكم على حاجه قبل ما نشوفها بعينين، احنا نخش القاعه بنفسنا ونشوف ايه اللي بيحصل جوه. صحينا اول يوم الصبح لقيناهم رشوا ميه قدام البرلمان والنواب الجداد دخلوا، وبعد حلف اليمين واللازم منه بداوا يختاروا الناس اللي هتدير المجلس، الرئيس والوكلاء والامين العام والناس دي. طبعا الاخ علي عبد العال كان رايح الجلسه ولابس لبس العيد وحاطط في بطنه بطيخه صيفي وبيجهز نفسه بقى عشان يطلع يقعد على المنصه زي الدوره اللي فاتت، وقال لك هم يعني هيلاقوا احسن مني فين؟ ده انا اتشقلبت لهم الدوره اللي فاتت ومررت لهم كل القوانين اللي عاوزينها وما اديتش فرصه لاي صوت معارض انه يطلع، وكنت ترمي الابره في وسط القاعه ترن. وفجاه عبد العال يلاقي كرسي الرئاسه بتاعه بيضيع قدام عينيه وبيتاخد منه وبيروح للمستشار حنفي الجبالي رئيس المحكمه الدستوريه السابق اللي شال تيران وصنافير على كتافه وسلمهم للسعوديه بالحكم بتاعه، وطبعا كان لازم يتجامل على الخدمه الجليله دي اللي قدمها للسيسي. فمعلش بقى حاج عبعال، اركن انت على جنب المرات والحق احجز لك كرسي في حته طراوة كده جنب اخواتك النواب العاديين. وخلصت عركه رئاسه المجلس، وعلي عبعال اتقمص ومشي، وبدات خناقات اختيارات الوكلاء والامين. وهنا بقى ظهر الصراع بين اجهزه الدوله على المناصب دي. ما احنا عقبال املككم كل جهاز امني عندنا بيبقى مربي في العشه بتاعته شويه انفار كده بيكونوا تبعه وموالين ليه، وبيقوم داخل بيهم البرلمان، والجهاز الشاطر بقى هو اللي بياخد الرجاله بتاعته من ايديهم وبيقعدهم في احسن الكراسي والمناصب جوه المجلس. والمره دي زي ما بيتقال جهاز الامن الوطني هو اللي كسب المعركه على حساب المخابرات وقدر يرشق رجالته في الحتت النظيفه، زي المستشار احمد سعد الدين مثلا اللي بقى وكيل المجلس واللي كان امين للمجلس ايام مبارك واللي طول عمره معروف بولائه لجهاز الامن الوطني، وزي المستشار احمد مناع اللي خد منصب الامين العام للمجلس وده كمان متربي في حجر امن الدوله وكان ضابط سابق. اما بقى اللي اتقلش مع عبد العال وراح يدور معاه على حتة ناشفة يلطموا فيها سوا هو المستشار محمود فوزي اللي كان أمين عام في المجلس اللي فات، وده من المحسوبين على جهاز المخابرات العام. الوكيل التاني اللي تم اختياره هو محمد أبو العينين، وده راجل أعمال مشهور جدا إنه بيتغذى على التطبيل السيسي وعايش تحت جزمته، فكان اختيار موفق يعني الحقيقة. عزمونا أن نبني طموحات المستقبل برؤى جديدة بشكل تعجز عنه إمكانياتنا المتواضعة وبأفكار جديدة غير تقليدية. الوقت ليس في صلاح. لنروق ونروق أنفسنا لنروق ونروق أنفسنا لابد أن نتكلم قليلا عن مشاكلنا ولنجهز أنفسنا مرة أخرى بين العلم والعلماء قرى اجتماعية من تخلف بابا عن مواكبة رب الأسرة بين عالم المعرفة بين صناع المستقبل وعلوم المستقبل وبناء عليه وهناك عدة عوامل يجب وضعها في اعتبار نفس أعضاء الأسرة هذه هي
الهدف الحقيقي لمجلسنا الموقر. أولا كيف نصنع هذه التشريعات وكيف نبني هذه الممارسات في مركب ملهاش الإفاق، وكيف نقيم أداء الحكومة أداء جيدا، خطورة اقتصادية وهذه الخطورة أداء الحكومة أداء جيدا التي لها كل تقدير واحترام في كل ما صنعته في الأيام الماضية. سنة الرئيس أشارككم هذا الحفل الكبير. يلا اسمعنا أنا السيد الرئيس، السيد رئيس المجلس، هذا الحفل الكبير. أطرد على إيه؟ أنت بتقول كلام كبير. طيب كلام كبير قوي. وأشارك كل الأعضاء الأخرى الذين حيوا الفصل التشريعي السابق لما أنجزه. يصعب على أمثالي فهمه. لفند الحمار ده هو قاعد بيهز دماغ. الدكتور علي عبد العال ورفاقنا. انت بتهز دماغك ليه يا عم؟ صلي كلهم بيهزوا كده. الوقت ليس في صلاة. لا واضح انه هيبقى مجلس مختلف فعلا واحنا كنا ظالمين. بعد كده المخابرات قالت للامن الوطني اديك خدت كل المناصب الكبيرة اهو، سيب لي بقى اللي جانا خدها انا. ما يصحش كده، انا جهاز المخابرات برضو ليا سمعتي وجواسيسي وحبر السر، ده انا لو جهاز حماية المستهلك كنت اخد مناصب في المجلس اكتر من كده. الامن الوطني قال ابدا حتى اللجان مش هسيبها، وفعلا كل المناصب الكبيرة جوه اللجان برضو كانت من نصيب نواب مستقبل وطن المحسوبين على جهاز الامن الوطني، والباقي اتوزع من نواب تنسيقية شباب الاحزاب اللي بيديرها المخابرات. وعلى الماشي كده فوتوا كام عضوية لجان لشوية نواب من المعارضة. ايه ده ما شاء الله، هو احنا عندنا معارضة في البلد وكمان ليها نواب في البرلمان؟ لا ما هي معارضة بالاسم بس مش بجد يعني، بنكمل بيها الديكور كده عشان الناس ما تاكلش وشنا، انما الواحد منهم بيبقى هو نفسه ما يعرفش انه معارض اصلا، تقريبا بيبقوا مخبيين عليه عشان ما يتصدمش. خلاص الدنيا اتظبطت وكل واحد عارف كرسيه فين ومنصبه ايه، يلا بقى نبدا الجلسات الجد، كفاية تضيع وقت لحد كده. احنا لسه عندنا مسار ديمقراطي طويل وعاوزين نلحق نمشي فيه عشان نخلصه قبل ما الشمس تروح. ومن اول ثانيه في الجلسات الكل خد باله من ملاحظه مهمه جدا، وهي ان المجلس الجديد ده ان شاء الله هيبقى زي المجالس اللي فاتت بالظبط ويمكن انيل شويه، نفس السقف في المناقشات ونفس هامش الحريه اللي ما يتشافش بالعين المجرده. نشوف لنا كام وزير كده يكونوا فاضيين وما وراهمش حاجه ونجيبهم ونسالهم شويه اسئله تافهه ما فيهاش اي محاسبه ولا بتناقش امور مهمه ولا بتزنق الوزير في اي مشكله من مشاكل وزارته، هم كلمتين وخلاص. ازيك وزير، اخبارك ايه؟ مش كله تمام ان شاء الله؟ طب كويس، اتكل بقى على الله انت عشان ما تسيبش الوزاره لوحدها اكتر من كده، احسن حد يخطفها ولا حاجه، واحنا هنرجع لجدول الاعمال عادي. ده اللي حصل بالظبط مع الوزراء اللي جم المجلس في الايام اللي فاتت، زي وزير التعليم ووزير التعليم العالي ووزير الحكم المحلي. بالنسبه بقى للوزارات اللي عليها مشاكل وكانت بتعاني من ازمات الفتره اللي فاتت زي وزاره الصحه مثلا او الماليه، فلحد دلوقتي ما اتقالش هيتم استدعاء الوزراء بتوعهم امتى. بس مهما كان الوزراء اللي راحوا المجلس برضه كان بيتسمح للنواب ان هم يسالوهم سؤالين، يكلموهم يطمنوا على صحتهم يفضفضوا معاهم بكلام فارغ. انما رئيس الوزراء بقى لما طلع يقول بيان الحكومه ما تسمحش للاعضاء ان هم يسالوه اساسا ولا يبصوا له حتى، تقريبا خافوا عليه احسن يتخضى ولا حاجه لو حد كلمه. وطبعا الزغلول الكبير سياده الرئيس طبيب الفلاسفه، فده مش مسموح لاي نفر جوه المجلس او حتى في الشوارع اللي حوالين المجلس انه يجيب سيرته الا عشان يطبل له ويدعي له ويقول فيه قصايد من الغزل العفيف والصريح كمان عادي يعني. بس مش كل الوزراء زي بعض برضو، هنلاقي دايما في وزير ولا اتنين مغضوب عليهم من اجهزة الدولة فيقوموا مسلطين النواب بتوعهم اللي بيتحركوا بإشارة عشان يمسكوا الوزير ده يسلخوه ويفرشوا له الملايه. وده اللي حصل مع وزير الاعلام اسامه هيكل اللي دخل في خناقه كبيره خلال الشهور اللي فاتت مع الاعلاميين والاجهزه اللي مشغلاهم وتليفون السامسونج اللي بيبعت لهم السكريبتات، والخناقه دي كبرت وطلعت للعلن والكل شافها. عشان كده لما اسامه هيكل راح المجلس المره دي نواب الاغلبيه كانوا محضرين له استقبال مليان هجوم ونقد، ووصل لان في نواب شككوا في الذمه الماليه للوزير وسلوكه، زي ما عمل اشرف رشاد زعيم اغلبيه مستقبل وطن ونادر مصطفى وكيل لجنه الاعلام في المجلس. وفي وسط ما الجلسه بتاعت الشرشحه الوزير الاعلام شغاله قام النايب محمد عبد العليم داوود عشان يتكلم ويهاجم وزير الاعلام شويه هو كمان يعني، ما جتش عليه وبدا يقول كلام عن ان الاعلام المصري ما عادلوش تاثير لا في الداخل ولا في الخارج ولا في اي حته، وانه ما لعبش اي دور في موضوع سد النهضه على عكس الاعلام الاثيوبي. وبعدين مره واحده كده قام عبد العليم داوود قايل لرئيس المجلس انا مش هقدر اتناقش على ترابيزه واحده مع نواب دخلوا المجلس بالكراتين. اوبا ليه كده عبد العليم؟ ما انت كنت داخل شمال في وزير الاعلام زي الفل، ايه اللي وداك الحته اللبش دي؟ المهم ان هو قال كده من هنا ونواب مستقبل وطن جات لهم حاله هستيريا وهاجوا عليه. استهدوا بالله بس يا مستقبل وطن، الراجل ما حددش هو يقصد مين وما جابش سيرتكم بالاسم يعني، احنا واثقين في نزاهتكم وعارفين انكم دخلتوا المجلس بالتزوير عادي مش بالكراتين ولا حاجه لا سمح الله. مستقبل وطن قالوا لا هو يقصدنا، احنا على راسنا بطحه بصراحه وبنحسس عليها. جرى يا عبد العليم؟ مالها الكراتين؟ مش احسن ما ندخل المجلس بصناديق الانتخابات؟ على الاقل الكراتين بيبقى جواها حاجه مفيده زيت وسكر ورز، انما الصناديق بيكون فيها ايه يعني غير شويه ورق؟ وكلمه من هنا على كلمه من
ومن هنا الدنيا ولعت. وساعتها كان لازم سيادة المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس يتدخل عشان يطفيها بقى، وما ينفعش يقف ساكت كده ويشمت علي عبد العالفي. عمل ايه بقى الجبالي؟ خد قرار بطرد النايب عبد العليم داود من الجلسة. مش بس كده، ده احاله كمان للجنة القيم عقابا لي على جرح مشاعر زملاء النواب. وطبعا نواب مستقبل الوطن، هاتك يا تسقيف على قرارتك. ايه يا استاذ جبالي، انت مالك عنيف قوي كده ليه؟ ايه موضوع الطرد ده؟ احنا قاعدين في فصل ولا ايه؟ وبعدين هو الراجل لحق يقعد في المجلس اساسا عشان تطرده؟ ده ما عداش الا كام جلسه. قصه الطرد من المجلس او الاحاله للجنه القيم حصلت قبل كده طبعا في المجالس اللي فاتت، شفناها مع النايب محمد انور السادات وغيره، بس كانت قليله جدا ونادره، ده غير انها ما كانتش بتحصل ابدا بدري قوي كده. وده بيدي مؤشر مهم جدا للطريقه اللي هيتدار بها المجلس الفتره اللي جايه، وهي ان مش مسموح لاي حد انه تاخده الجلاله ويعدي السقف اللي اساسا لازق في الارض ويهلفط بكلمتين، حتى لو كانوا الكلمتين دول ما لهمش اي تاثير، ولا هيوقفوا قانون، ولا هيعطلوا اي حاجه من اللي الحكومه والنظام عاوزينها. اللي هيحاول يعمل كده هيتشاط بره القاعه زي ما حصل مع عبد العليم داود. ومن الاول كده مفيش حتى فرحه البدايات بتاعت عمرو دياب دي، كل واحد يحط لسانه في بقه وما يخرجوش الا بعد ما الاربع سنين دول يعدوا. على اي حال الحمد لله ادينا طمناكم على المجلس الجديد اهو، احسن يكون في ناس قلقانه انه يبقى مختلف عن اللي قبله ولا حاجه، ولا يطلع له صوت، ولا الديمقراطيه تلاقي خرم تدخل للمجلس منه. اطمنوا كل الاخرام مسدوده، واساسا مفيش داعي للقلق من الاول، يعني مجلس نواب جايب التزوير وفي عهد السيسي، مستنيين منه ايه؟ ولحد ما نشوف ايه تاني هيحصل في البرلمان الموقر الفتره الجايه. فمعنا اليوم حدوته، الواد سوارس شاف نفسه ابو الحاج وبقى حداه غيط وزريبه واشيته حلوت، واخره المتمه قال ايه؟ يخاف على ارضه وبهمته، قوم يحكم رايه واجر لنفسه غفير خصوصي يخلي باله منها ومن اللي عنده. طب هتاجر مين يا سوارس؟ قال لك الواد شملول الهجام القراري اللي كان من مطاريد الجبل وتاب، وشملول يبتدي الشغل عند سوارس ابو الحاج، وبقى يحرسه هو وطينه وجاموسته. بس الواد يعمل حاجات عجيبه ابو الحاج، ويخسر سوارس الجلد والسقط. بيقول لك شملول كان قاعد في ليله بيحرس غيط الطماطم بتاع سوارس، ومخلي باله وعينه في وسط راسه، قوم يعدي عليه شله من شباب البلد ويقولوا له ما تدينا حبايتين طماطم كده شملول لاجل ما ناكلهم ونطري على قلبنا، والواد ما يرضاش. قوم واحد منهم يمد ايده لاجل ما يقطف حبايه، قوم الواد شملول يهيج ابو الحاج ويقعد يخلع في الطماطم ويحدف بيها الشباب، وعلى ما جري من قدامه كان الواد خلص على طماطم الغيط كلها. وسوارس يجي تاني يوم يطمن على ارضه، يلاقي المحصول كله مرمي في الارض ومهروس ومتفعص. ولما يعرف الحكايه ويجي يلوم شملول، قوم الواد يقول له انا عملت اللي عليا وما خليتش نفر يهوب ناحيه الغيط. وبعدها بقيمه يومين الواد شملول يسمع صوت جاي من يمه الزريب، قوم يهجم عليها، يلاقي عيل من اهل البلد ماسك كوز المونيا وبيحلب فيه شويه لبن من الجاموسه لاجل ما يبل بيهم ريقه. وشملول يشوف كده ويتهبل ويطلع طبنجته ويضرب نار على درع البهيم، قوم تطب ساكته، والواد اللي كان بيحلبها يرمي الكوز ويرمح. وسوارس لما يشوف جاموسته قطع النفس يقعد على ركب وجارها، وهاتك يا لط. قوم شملول يقول له مش مهم الجاموسه، المهم ان ما خلتش الواد يحلبها. ولما يتنصب مولد سيدي بلابل يخش سوارس ويمشي جاره شملول، وفي عز ما هم ماشيين ابو الحاج شملول يلمح نشال في المولد بيمد ايده في جيب سوارس لاجل ما يسرق اللي فيه. قوم شملول يطلع مطوته ويقطع ايد الواد قبل ما تخرج من جيب سوارس. كل ده وسوارس مش حاسس ومكمل ماشي. قوم لما يدخلوا الصوان اللي بترقص فيها احلام الغزيه، وسوارس يشوف البت وهي بتهز جسمها الملبن، الجلاله تاخده ويطلع يقف جارها ويمد ايده في جيبه لاجل ما يطلع المحفظه وينقطها. بس لما يطلع ايده من جيبه ما يلاقيش فيها المحفظه، يلاقي فيها كف النشال اللي كان شملول قطع ايده. والواد يبص للكف وهو بيشلب دم ابو الحاج، قوم يتسرع ويتشل، والناس تاخده على اسبيتاليا يرقد فيها، والحاج فولي يروح يزوره وفي ايده كيس برتقان سكري ويبص له ويقول اصفخص عليك يا سوارس، بقى يا ابن الرفضي في حد عاقل وبيفهم يروح برجليه لمجرم لاجل ما يحميه ويعيشه في امن وامان؟ الهي ما تقوم من رقدتك يا بعيد. الحاج فولي يقول كده وياخد البرتقان اللي كان جايبه لسوارس ويمشي على داره ابو الحاج. ونشوفكم على خير ان شاء الله.